آمال عريضة ورغبات وتصور لشكل بيئة جامعية في أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية متوفرة مرحبة آمنة وشاملة للطالبات. كنا تواقي للمعرفة، بنسأل دايما يعني شنو تجربة عمل مشترك للطالبات؟ يعني شنو نبذة أمواع العنف الجسدي والهيكلي والمبني على النوع؟ يعني شنو أصلا حقوق قانونية؟ والسؤال اللي بدأنا منه كان هو سؤال العمل النقابي للطالبات. أنا إلى فناير يوم 1/10/2015 كان أول يوم دراسي لي في دفعة 015 كلية العلوم الرياضية جامعة الخرطوم، وأول يوم دراسي لكثير من الدفعة الثانية برضو في الجامعة. بدأنا حياتنا الجامعية بالحوامة في السنتر، بنمشي من الأندلاب وكافتيريا الغربي طبعا للناس اللي بيعرفوها. وقبل ما نفهم الحاصل شنو، 3 مايو 2016 قرار تعطيل الدراسة بمجمع الوسط إلى أجل غير مسمى، اللي هو دي كان قفلة واحدة من 4 قفلات لحقتها أنا حضرتها. لحقتها طوالي يوم 8 فبراير 2018 قرار تعطيل الدراسة بكلية العلوم الرياضية لمدة عام، عام كامل من القفلة. طلع قرار الاستئناف بتاريخ يوم 9 يناير 2018 اللي هو ما تم بسبب قرار تعطيل الدراسة في جميع مدارس ولاية الخرطوم ورياض الأطفال والأساس يوم 23/12/2018 الثورة. بدعوكم لوقف الصمت لجميع شهداء الحركة الطلابية، شهداء ثورة ديسمبر، شهداء حرب إبريل. شكرا جزيلا. الثورة بلورت فكرة إقبال الطلاب على العمل العام من دافع إيمانه بالعمل الجماعي، انخراط الشباب والشابات في تنظيم مشاركتهم في الأجسام المطلبية جاي من دافع إيمانه بالعمل الجماعي، وإنه عايزين العمل ده يخلق تغيير، والتغيير ده يكون مستدام وشامل لأكبر كمية من الناس. لما رجعنا للجامعة لقينا إنه نحن في نفس الموقف بتاع نحن محتاجين إنه يكون عندنا جسم يحفظ حقوقنا داخل الجامعة. ده جزء من الحراك الطلابي، وجزء السرد التاريخ اللي عايزة أقول لكم إنه نحن أي لقينا روحنا في الحتة دي، لكن دي ما كانت البداية. البداية كانت في الحركة الوطنية اللي هي من زمان ساهمت في الإدارات الأهلي، في المدارس الأهلية، الجامعات، وضافت مجالات مختلفة شديد في العلوم في الجامعات. نحن هسه الحتة اللي واقفين فيها بدينا من نحن نسأل من سلوك النظام التعليمي اللي نحن جزء منه. النظام التعليمي ده بيقدم لنا شو؟ نحن جزء منه كيف؟ وبيأثر فينا كيف ذاته؟ ولقينا إنه التميز الأكاديمي ده ما هو كل شيء، إنه هو جزء بس من البيئة الجامعية والفضاء التفاعلي اللي هو اللي نحن بنتطلع وعايزين نكون فيه. لقينا إنه عندنا مسؤولية اتجاه المعرفة، مسؤولية اتجاه المجتمع، وبرضو مسؤولية اتجاه قضايا لازم نكون فيها اتعدت حدود سياسات التعليم. والإحساس بالمسؤولية ده جاي من إنه الطلاب والطالبات في الجامعة هم نفسهم في المظاهرات، هم نفسهم في لجان المقاومة، هم نفسهم في الأجسام المطلبية اللي تكونت خلال فترة الثورة. فلا محالة إنه الوعي السياسي والتنظيمي والمطلبي حقنا كطلاب يتطور بصورة كبيرة شديد، وكطالبات بصورة خاصة،
لأنه دي كان أول مساحة لنا، مساحة مشاركة واسعة، ولأنه نحن بنشوف إنه فرصة التغيير ما مفروض تستثني زول. أول تمسخرات التطور ده كانت في ضرورة وجود جسم منتخب في كلية العلوم الرياضية، وفعلاً قامت أول انتخابات في فبراير 2020 كلية العلوم الرياضية، ترشحت 40 طالب وطالبة من قائمتين مختلفات وآخرين مستقلين، وكان في إقبال كبير شديد من الطلاب على التصويت. وانتهت الانتخابات دي بإني كنت واحدة من 4 طالبات و16 طالب كوننا المجلس العشريني لكلية العلوم الرياضية. المجلس ده، الدورة بتاعت المجلس استمرت لمدة 1.5 سنة. السنة ونص دي صقلت التجربة الجامعية لآلاف الطلاب والطالبات بفعاليات متنوعة، وكانت جهود جبارة إنه هي فتحت لنا فرصة للممارسة الديمقراطية والتعبير الديمقراطي. عرفنا يعني شو مشاركة فعالة ذاته، وهنا ظهرت روح الإبداع عند الطلبة ذاتهم. من الحتة دي تولدت جوانا كطالبات إنه إحنا عايزين نكون جزء من الحراك الحاصل، عايزين نكون في مراكز اتخاذ القرار ونمثل مصالح الطالبات، عايزين نكون جزء من الأنشطة الحاصلة في الكلية. وفي نفس الوقت كنا عايزين نذكر الطالبات في الدفعة الأصغر مننا إنه المساحة الجامعية والبيئة الجامعية دي هي المكان اللي بتتكون منه القيم، دي المكان اللي بتفهمي فيه والمعتقدات اللي بتكون فيه ذاتك، معتقدات سياسية، معتقدات اجتماعية. ولأنهم صاحبات قرار الغد يعني، اللي هم الطالبات الأصغر مننا، فكانت الفكرة إنه طيب نحن ممكن نعمل شنو في الحتة دي. بدأنا بأن نحن عملنا استبيان عن جدوى قيام جسم نسوي في كلية العلوم الرياضية. عملنا استبيان، جمعنا داتا من كل الطلاب، وكان في إقبال كبير إيجابي إنه يكون في جسم نسوي. كان برضو في مقترحات وتفكير إنه طيب رأيكم شنو نعمل كوتا جوا الجمعية بتاعت كلية العلوم الرياضية، باعتبار إنه نسبة البنات والطالبات في كلية العلوم الرياضية كان أكبر من 75%، وزي ما قلت لكم التمثيل داخل المجلس العشرين اللي أنا كنت جزء منه كان 20%. فكنا نتناقش إنه هل الحاجة دي فعالة، هل دي حاجة نحن عايزين نعملها ولا لا. والمحاولة دي باءت بالفشل، لكن انتهت كل المحاولات بأنه نحن كوننا لجنة تأسيسية من 20 طالبة من 5 دفع مختلفة. اللجنة التأسيسية دي هي اللي وضعت اللوائح والدستور والأنظمة لمجتمع سكول النسوي. مجتمع سكول النسوي قام بتطلعات لجسم نسوي منظم يجب النضال فيه مرة بعد مرة بممارسة فعلية عشان يستمر في المستقبل. لأنه نحن كنا فاهمين إنه التغيير اللي بنحاول نعمله هسه والعايزين نشوفه مباشرة في الجامعة هيحصل، والعايزين نشوفه خارج الجامعة برضو هيحصل عن طريق الحاجة دي. دي صورة لنا من المكتب التنفيذي لأول دورة في مجتمع سكول النسوي. بدأنا الرحلة بتاعت مجتمع سكول النسوي، وهدفنا كان إنه نحن نوسع معرفتنا بالواقع الاجتماعي داخل الجامعة وخارج الجامعة. ترجمنا أهدافنا دي لفعاليات بصورة مبدئية، كنا بنعمل ندوات عن النساء والتكنولوجيا ومجال العمل كبنات خلفيتنا علوم وتكنولوجيا. كان عندنا مكتبة نسوية، كان عندنا فريق باسكتبول بتاع بنات في الكلية برضو، وبرضو كنا عملنا انتخابات عشان تدعم ترشح الطالبات للمجلس. دي جزء برضو من الشيشن بتاعتنا. انتهت الدورة الأولى ولقينا إنه المجتمع النسوي فعلياً ساهم إنه نحن طلعنا بنات واعيات بالواقع بتاعهم،
مثابرات في اللي هم بيعملوا فيهم، قدرنا إنه نتضامن مع جهات تانية، مع قضايا تانية داخل الجامعة في الكليات المختلفة وخارج الجامعة. وقدرنا برضو، دي صورة من ترشح الطالبات للمجلس بتاع الكلية، قدرنا إنه نساهم في قبول الطالبات إنهم يترشحوا، وفعلياً زادت مشاركة الطالبات من 20% ل 50%. شكراً. هنا سلمنا العمل للجيل الثاني لمجتمع سكول النسوي بخطة ثابتة وطاقة متفجرة لتجربة جديدة واتجاه المعرفة. هنا ده فيديو عايزة أوريكم له عن في يوم التدشين بتاع مجتمع سكول النسوي، كنا بنحاول نوصل فيه الفكرة بتاعة التغيير والعمل النسوي، وإنه نحن شايفينه كيف. أوكي. تكنيكال إيرور. الصوت ما كان واضح شديد، لكن ما مشكلة. المشكلة إنه مجتمع سكول النسوة حالياً ما شغال لظروف كثيرة. أول الحرب زعزعت استقرار الدراسة للطلاب، شردت الطلاب وشردت الشعب السوداني. أنا اليوم إيلاف حسن محمد أحمد الناير، خريجة كلية العلوم الرياضية، اتخرجت شهر 2/2023، قبل شهرين من الحرب. للآن ما عندي ما يثبت من تفاصيل شهادتي الجامعية إني اتخرجتها. وأنا ما برأي عدد الطلاب والطالبات في الجامعات السودانية ما يعادل 714,000 طالب وطالبة من 136 جامعة ومعاهد عليا حكومية وخاصة في جميع ولايات السودان. ده حال الجامعات حالياً. دي صور من جامعة إفريقيا، جامعة الخرطوم، جامعة زالنجة. كلها أغلقت تماماً وتعرضت جزئياً أو كامل للدمار. مناطق النزاع المسلح بتمثل مخاطر جسيمة للطلاب والطالبات، للطالبات بصورة خاصة بسبب نوعهم الاجتماعي، بسبب أصعدة مختلفة أمنية سياسية واجتماعية. أنا فخورة أني كنت واحدة من مؤسسات مجتمع سكول النسوي،
ومعايا عدد كبير شديد من الطالبات. حاليا هم مسابرات في الدراسة، ومنهم دخل سوق العمل زيي، ومنهم البقرة في تركيا والبقرة في رواندا والبقرة في مصر، والقاعد لسه في السودان. أنا حابة أشكر جميع التنظيمات الطلابية اللي بتشتغل بجهود ذاتية وجهود جبارة من إجلاء الطلاب والعاملين من مناطق النزاع، مروراً بحصرهم ومحاولة مواءمتهم الاجتماعية وظروف الدراسة عن بعد وكل الحاجات دي، وهم في نفس الظروف اللي بمروا بها الناس الثانين، انتهاءً بمسابرتهم على التحصل على العلم والمعرفة في واقع. أهم ما نحن محتاجينه حالياً إنه نواصل ونتعلم مؤمنين للواقع الجاي منه، مستفيدين من تجربتنا، وآملين في واقع أفضل. شكراً جزيلاً.